والله. اليمين. ايه ما زعلت ان هي اليمين. الحمد لله حتكون صحتك معك اسبوع قدام. ماشي، خربانة يا رجل، خربانة. اتجوز مداهم، اتجوز امز البطريق. ضاع رمضان كده، ضاع الصيام، ضاع الصيام، حضل ضاع فاتح الصيام. للشباب للإفطار. افضل فاتح لحد الفطار. والسلام على بركاته. طب الفطار يلا. ماشي. كم السلام على بركاته. اخيني اعمل الرز. ما عملتش الرز؟ اعمل الرز الكمية كلها، شو رأيكم؟ ايوه. علي مين؟ علي طنطاوي جه. طب هو جاب 250 كده، فاضل 450. عنوان في جروب التليجرام. انا هفتح. طب بقول لك يا بنت رشروش، الحته دي هتولع، اقسم بالله الحته دي اللي هيتضرب فيها كميه ديلاميت ما يعلم بالله المولى. انا هفضل فاتح اصلا، هنفضل فاتحين لحد الفطار. انت جايبهم عشان تفطرهم ولا عشان تلعبهم؟ الاثنين كله على بعضه. ايوه، ده احنا هنفطر هنا، هنفطر عند البيت. احلى باك حبيب. ايوه، وسحور بقى، وسحور، ونعمل خيم، نعمل خيم هنا. مداهم يا عم. نعم يلا طير، خليني اخلص اكد انه ما باقي لنا شيء ساعه. سلام سلام، باي حبيبي. من شبر، من شبر. انا من بسوس. يا عم الحاج انت رفضت يا عافية. عم السلام على بركاته. يا داوود انت بس على السلامة يا غالي، الله يخليك. رمضان في شارعنا احنا، بس حاجة تانية مع الكتيبة بس. حرام 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 الزينة. اهدار فلوس، اهدار فلوس. حي عين الكتيبة والله. انزل من على وداني. يا
الله يسلمك. عايز انام، عايز انام، عايز انام. الاكل ايه؟ الاكل اهو يا جدعان. بص شايفين المخزن باين من تحت، اقعد احنس فيكم عشان تفطروا بدري بدري. اوعى يلا عارفين الحلة دي مليانة رز بدينك، دي اهو دي مليانة رز. الفرن اللي في الوش دي بقى كلها لحوم، كلها لحوم قسما بالله. دي ايوه دي مين علي؟ لا يوسف. مين؟ عارف على اول الشارع. الو ايه يوسف؟ ليه؟ مين؟ محشي مين يا اسطى؟ انا مش فاضل الكلام ده دلوقتي. مين يوسف ده يا اسطى؟ امسك يا وحيد. بيقول لي خد محشي، عايز يعمل معاك فيديو. واحد ما عرفوش بيقول لي خد يا اسطى اطلع لنا بره هنا عشان اخوك محشي عايز يعمل معاك فيديو، وربنا ما اعرفهم ولا اعرف مين يوسف. ما يجي هنا يا عم. بنعمل محتوى يلبسه. الله اتكلم بجد، اقول لك اصلك عامه انا واحد ده تبع الفيسبوك. بحب اشير مثلا على الصفحه، على المرئي يعني الصفحات كلها اللي حواليا. عايز اغير المحتوى مثلا. اي محتوى ايه؟ زي ايه مثلا؟ اي محتوى يعني انت دماغك محتوى. انت مش صاحب فكره؟ صاحب فكره. فجاه ترميني في نص البحر وتقول لي عوم؟ فيديوهات عاديه في الشارع. حاضر. 200 يوم مثلا. زي اليوتيوبرات كده. انت فاهم؟ عايز محتوى التيك توك يكون لوحدي مختص. ايوه ان شاء الله باذن الله بكره بعد صلاه الجمعه نفس اليوم. ومعدات التصوير ما جبتهاش يعني. معدات التصوير؟ يا ابني وانا لا اكل. وعشان جاب عربيه. قمت روح، قمت روح دلوقتي. عشان دي جت معدات التصوير. انت ليه كذا شهر قاعد تقول انا اجيب معدات التصوير؟ والله كنت يعني انا عاوز اشوف محتوى، اشوف محتوى تاني على اليوتيوب. ان شاء الله باذن الله. خلي بالك دماغ اليوتيوب اللي بيتفرج على اليوتيوب دي دماغ مين؟ احمد الخضره. احمد فين؟ شوف العربيه الخضراء، شوف العربيه الخضراء بتاعت مين، قول له يشيلها بدل ما ننزل له اربعه على الارض. يلا والله لا نزل له الاربعه على الارض، هو حر جاي يصين هنا. يا محمد بص علي طنطاوة قاعد عامل زي المخبرين يا جدع. اعمل مكان البنات فين يا فاطمة؟ اعمل مكان البنات فين يا فاطمة؟ الله يبارك لك. انت مش فاهمة حاجة يا فاطمة. المايه دي هم اللي رشين، الطباخ اللي رشش. اقول اللي جنبك ده ايه؟ لا 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 صفين. مش تاخد ايه؟ ليه؟ انت رشين فين؟ بص انا حطيت لك الترابيزه ايه؟ دلوقتي الترابيزه دي هنسيبها بس قدام ممكن تجي. ولا قدام ولا هنا، كلها ترابيزة صف واحد يا باشا. الشارع ده يا باشا خد الشارع كده. وانت مفكر الشارع ده ياخد 700 كرسي و70 ترابيزة عادي؟ ترابيزة توقيت بعدين كده فطار، لازم محدش يقعد اساسا. محدش يقعد؟ نجيب الناس نوقفهم؟ لو فرق لو احنا بنتكلم في الشارع ده، في الشارع هناك ده، بس انت هتعمل ايه كده؟ ممكن نقفل اللي في الجنب ده. الشارع ضيق.
بص يا محمد انت بلاش ترابيزه بلاش ترابيزه لا يقعد بقى اهو نص الشارع يا علي نص الشارع انت عايز ترابيزه مش هينفع والله اعمل حساب انت هتقدم بيه طباخ يحط اكل في عصير اتحط في الكلام ده في واحد هيمشي لو اجيب كوبايه شاي لحد الكلام ده كله انت عايز ناخد الشارع اللي في الجنب ده بص يا حبيبي صل على النبي انت فرست صح تمام اللي يمشي يمشي منين بقى يمشي من تحت الترابيزه ما يمشيش الناس اللي داخله تاكل دي هتخش ازاي نود مع الترابيزات طب انت عايز ناخده صف كده وصف صف في الشارع ده صف كده ولو خلاص عارف معاك كده مش تفرق مش تفرق معاك في حاجه يعني المهم عندك الناس تاكل اهم حاجه اما مصلح نزل الاكل بالصبر صح نزل دليفري انت عايز احط انت عايز حاجه تانية يا صور خروج الله يبارك لا انت ما تمسكش التليفون انت خالص بس انا عايز ايه ده بالكاميرا ايه 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 قلب الكاميرا سلام عليكم انا بيتش انا عشان عندي بالانجليزي فبقلبه على طول مش هينفع قلب الكاميرا عليا انا بسرعة عملت يا مكان حطيت لهم برشامس ده في الاكل عاد وزع مدين عم وليد مين ده اللي شبر نص جران ده اطول واحد فينا حط الصورة روح اجري ورايا يا ابني انت الكاميرا ما بتقعد يا لا هو هيجي هو هيجي مو دايما اكوا يا جدعان سواء بيظبط مرات ورا مش هزوم ما بيقول لك انا جايب اتوبيس من السويس